السلام عليكم. البوليميك الكبير اللي صاير من البارح اليوم هو كل الدجال الجزيري في اي اف ام قال انه علاش انا اقول دجال، على خاطر نعرف الدجال هو اللي يجيب حكايات ويدعي الغيب ويدعي المعرفة، وهو الدجال كله كذب في كذب، وهذاك علاش قلت الدجال. قال النادي الافريقي متغشى على الجامعة التونسية لكرة القدم، على خاطر كانوا واعدينهم انه الموسم الحالي يهزوا البطولة وبعد جبدوا بهم، وهذاك علاش متغشين. ما حكيتش فيه، نورمالمون هبط حلقة البارح لو كان جاء الموضوع مهمة بالنسبة لي وبالنسبة لجماهير النادي الافريقي، لكن علاش ما حكيتش البارح وحكيت اليوم؟ على خاطر اليوم ثم تطورات جديدة وبقوا معايا هاني باش نحكيوها مع بعضنا. لكن حب نعرف حاجة برك، هل الدجال هذايا هو عرف انه ادارة او الجامعة التونسية باش تهدي البطولة للنادي الافريقي، وادارة الترجي الرياضي التونسي ما في بالهاش؟ يعني ادارة الترجي الرياضي التونسي اللي خاسر المليارات والمليارات وتلوش بالفتاش على ملعبية، يعني النجم يقولوا افريقيا دارتها شليلة ومليلة وما قاد فيها حتى شيء، التجأت للسوق البرازيلية وانتد بتيان ساس ورودريغو رودريغيز. ادارة الترجي الرياضي التونسي لو كان قعد وديع الجري، نعرفوا احنا تحبوا لتكر وذيك هي الحقيقة، صعيب برشا ونشوفوا حتى تاريخيا الترجي الرياضي زوز مواسم على التوالي ما تفوزش بلقب. شخصيا نتفكر مره برك ظهر لي النادي الافريقي وبعدها النادي الرياضي الصفاقسي فازوا بالبطوله، ومن بعدها رجعت الترجي الرياضي التونسي 7 ولا 8 مواسم على التوالي فازت بالبطوله، ونحكي بطبيعه من بعد الثوره. يا ندرا الترجي الرياضي التونسي بالانتدابات الكبيره اللي قام بها لو كان قعد وديع الجري باش تسكت لك انك تتعطى البطوله للنادي الافريقي؟ شويه بركه ذكاء نحسبوها احنا بشويه ذكاء، اداره الترجي الرياضي التونسي باش تسكت لو كان عارفه الدجال عرف، واداره الترجي الرياضي التونسي اكيد تعرف، يندرى باش تسكت؟ اكيد ما تسكتش، اكيد راهي ثم رده فعل. ما شفنا حتى رده فعل من الترجي الرياضي التونسي لانها عارفه من الاول انها هي باش تهز البطوله. هذه نقطه. نقطه اخرى كيف في غايه الاهميه، وهذاك علاش قلت مره اخرى البارح ما خصصش حلقه للموضوع هذا، على خاطر موضوع تافه كيف اللي اجابه اللي باش يهز بطوله يندرى يتاهل للبلاي اوف المرتبه الثالثه. راهو اللي يحبوه يهز بطوله واللي يحبوا يودوه بطوله راهم يعملوا المستحيلات باش يتاهل للبلاي اوف المرتبه الاولى. شفنا احنا النادي الافريقي من بدايه الموسم باين فريق محترم مقارنه بالموسم الفارط، لا اكثر لا اقل، باين فريق قادر انه ينافس على المرتبه الثانيه، ماهوش فريق نتاع بطوله. هيك علاش قلت الموضوع تافه واكثر من تافه. هي اداره النادي الافريقي مقتنع بالمستوى الكبير اللي قاعده تضرب به الترجي الرياضي التونسي، مقتنعه لو كان باش يودوها يا اخوان، نحبوا نحكيوا بلغه الوده، لو كان باش يودوها بمرتبه ثانيه، ان اما انها باش تفوز بالبطوله الموسم الحالي من 7 المستحيلات. لكن علاش حكيت على الموضوع هذا توا؟ النادي الافريقي هذا السيد هذا تقريبا شهر التالي ولا شهرين التالي خرج وقال مدرب النادي الافريقي راس حصان، وتعديت الحكاية سلامات ولو انها نورمالمون ما تتعداش، على خاطر انت تجي الهرم في قيمة النادي الافريقي وتحكي عليه بالطريقة هذه مش معقول، وما يليقش وما يجيش وما يجيش، ويلزم يخاف على روحه وقت اللي يحكي حكاية كيف انهكا وتمس بسمعة النادي الافريقي. الحاجة اخرى، انت اليوم ولا البارح كي خرجت وقلت النادي الافريقي اكثر برشا 100 مرة، ذيك هاي امور شخصية بينه وبين الراس حصان كانت لعب الرسمي، امور شخصية. اما هذه مسيت النادي الافريقي مباشرة، خارج مرتاح بكل اريحية قال لك النادي الافريقي حبوا يعطيوها البطوله ولا حبوا يهديوا لها البطوله الموسم الحالي، لكن كي تقلبت المشامي وصارت ثوره في الجامعه التونسيه ما عادش باش يصير الشيء هذا، وهذاك علاش اداره النادي الافريقي متغشى. اللي موقف لي مخي هو مانيش عارف انا ذا الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي ولا ما نعرفش شنو حكايته بالضبط، هو حامد مبارك. يا اداره النادي الافريقي انتوما فاشلين متفاهمين، على الاقل كي انتوما فاشلين جيبوا واحد قبيح، جيبوا واحد قارح. اليوم خرج في اي اف ام شخصيا دوم ما سمعت حامد مبارك يجاوب الدجال ديريكت، تدخل حبيت نشوف شنو الحكايه. هو ديجا وقت اللي حامد مبارك خرج في السيرونتين
الاخر تحسه تكبس شويه كي تبسيمه كي ندراك كيفاش بيجاوبني. السيد ما شاء الله عليه يجاوب فيه بكل تربيه، عباره مانيش عارف انا، عباره كان يشكر في النادي الافريقي وهو باش يكرمه في المسامح كريم ولا في عندي ما نقول لك. قال والله احنا رانا النادي الافريقي وقت اللي هما ثم عطاو الورقه الخضراء احنا عطينا الورقه الحمراء. وقتاش هذه 2012 هي ثم دوله ريت اوكرانيا تو روسيا ماكلين بعضهم عادي. بعد عامين ثلاث سنين اربع سنين تلقى العلاقات رجعت بيناتهم. شوف قديش من موت. وانت تحكي لي على موضوع 2012 ولا قديش عطيتوا الناس عطات ورقه خضراء وانت عطيت ورقه حمراء، وقت اللي يهزوا في وديع الجريح على الكتاف احنا مهزيناش على الكتاف. يا اخي انت جايبينك باش ترد على الدجال ولا جايبينك باش تحكي لنا على حكايه عندها 12 سنه و13 سنه؟ هو ديجا وقت اللي كان يحكي وحكي على الدزيري ويحكي عليه ويقول له والله يا سي الدزيري راهو انت راك غلط يا سي الدزيري انت راك نورمالمون فارهد الاخر شيخ ولا كمل ويعاود فيها وهو قدامه. يا ولدي راهو ناطق رسمي ولا اللي هو يلزم يكون قبيح؟ راهو ثم فرق كي تبدا جمعيه بدوره وتحط لها واحد قبيح هذا ما تسمعش. هذا اصلا ما يعملولوش قيمه جمله قبيح بعد علينا. اما وقت اللي يكون تكون ثم فريق قوي ياسر وجمعيه قويه برشا ويكون الناطق الرسمي نتاعها مقبيح وما تكلماني راهو الناس الكل ترقل منه. لو كان جاء ثم قبيح كما نعرف انا متكلم على النادي الافريقي واليوم خرج من الكلمه الاخرى، اسمع اسكت انت كل اسكت تكلمش تحكي على النادي الافريقي راك باش يجي كله والله يا سي الاخر تو يرقل يخاف على خاطر هو يعرف روحه مش باش يواجه هذايا البومريات هذايا حامد ولا شكون، عارف روحه باش يواجه النادي الافريقي، عارف ابو حامد هذايا متكي بجمهور النادي الافريقي، يعني الاخر يعرف يوزن كلامه مليح. اما انتوما جمهور النادي الافريقي شلكتوه والجامعه التونسيه تعرفوش انتوما علاش مش تسمع فيكم؟ التوا سامحوني بهايم يا بهايم، تعرف علاش التوا ماهمش يسمعوا فيكم؟ تعرف علاش؟ على خاطر انتوما ماكمش في قيمه النادي الافريقي. لو كان اليوم النادي الافريقي يا اخو والله ما عطانيش ضربه جزاء وما رجعليش للفال والمقابله الاخرى ما رجعليش للفال، وانت ايش عملت في المقابلات هذوما؟ كليت هالدنيا ماكله، جبت 10 و12 فرصه، ضربت زوز كور على البار وحارس المرمى تاع الادفرسير كان رجل المقابله، باش تخرج انت وتقول ما عطانيش ضربه جزاء باش من غاديك تاع التحكيم يرقل ويخاف ويعطيك حقك في مقابله اللي بعدها. انت فريق حتوتو فاشل تعب برشا يلوج على ضربة جزاء باش يجيب ثلاثة نقاط ويلوج ما نعرفش انا شو شكون يدز معايا. تي هو ريتو الجمهور عرفكم انتوما ماكمش في قيمة الحدث، عارفينكم انتوما ماكمش في قيمة النادي الافريقي، هزوا منكم ايديهم. والجامعة التونسية عرفت انه جمهور النادي الافريقي هاز منكم ايديكم، هذاك علاش مادات؟ هذاك علاش ما ترجع لكش الفار؟ عادي على الاخر على خاطر انتوما عندكم يدي عندكم سلاح خشين ياسر، عندكم سلاح خشين ياسر اسمه جمهور النادي الافريقي، ما عرفتوش كيفاش تستغلوه. يعني عباره انت ما نعرفش انا عندك كلاشنكوف، عندك كلاشنكوف تاش حاطلو الكلاشنكوف انت حاطلو عرفتك تاع اكل فرد هذاك نتاع العيد اكل فيه اكل الكعابر الصفر هذوكم عباره كيكا كلاشنكوف حاطلو الكعابر الصفر تعمل لك تهبل برد منكم جمهور النادي الافريقي. لذا في عود انتوما تحلوا في فمكم ومتغشين والله العظيم اقسم بالله نعاودها مره اخرى، هذه راهي لغه الضعفاء، هذه لغه اللي ما وصلش، هذه لغه اللي مش قادر، هذه لغه اللي ما نجمش يولي يلوش في من هنا ومن غادي وما نعرف شنو. ظهر انت ثم شي مقابله برست بها وجمهور خرج قال الله غالب، الله غالب والله اليوم الفريق كان ممتاز. هو بالعمل مقداد السهيلي رئيس الجمعيه جاب الجوارات قال لك باش يجتمع مع الجوارات ومع منذر الكبير وباش يتفاهم مع الجوارات، قال شنو المردود هذا؟ تي من فمه يا معلم، قال لك باش يلم الجوارات وباش يقول لهم شنو هالمردود التعيس هذا؟ لذا بالمردود التعيس هذا راك ما تنجمش تفوز، انت كان خايف على الدوزيام بلاس، الدوزيام بلاس راهي مازالت ما هربتش عليك، وريني خوي، وريني ضد الاطوال، ضد الاطوال، وريني انت ضد الاطوال في المقابله القادمه شنو قادر تعمل، لذا والله يفك عليكم. والله زايد والله لا فلحتوا كي خرجتوا وتحبوا تلبلبوا تلبليب ما يتسمعش على خاطر ما عندكمش شكون متكي عليكم وجمهور النادي الافريقي هز نفض يده منكم ولاكم قادرين تسيروا ولا عندكم فلوس ولا هم يحزنون. ليه خويا اقلبوا مناظركم.
والله العظيم اقربوا مناظركم على خاطر ما تصورش النادي الافريقي من غيركم انتوما باش يكون اتعس. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه كالعاده البياري متبقى كمش يقولكم تحيه تونس، تعيش تونس، كنا تونس، وسلام.